دايما دايما صورة 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 ولا فيديو؟ بروح بوسي الكاميرا، يلا بوسي. برافو. بابا بابا بابا. السلام عليكم احبابي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. سلام عائلات دايرين، لبس عليكم، صحتكم بخير، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. علاش غابرين؟ علاش غابرين؟ اكيد عم تتساءلوا وبتسالوا انه ليش نوار ومهند اختفوا. صرنا كم؟ صرنا 12 يوم 13 يوم صرنا تقريبا اسبوعين. ليش غايبين؟ ليش غايبين؟ وفي ناس كثير عم تبعث لي على الانستغرام، عم يبعثوا لي نوار على الانستغرام وانه وينكم اختفيتوا. طبعا احنا ما اختفينا، موجودين وباقون ان شاء الله. بس بصراحه يعني هالغيبه هاي في اسباب، يعني عده اسباب بصراحه ولظروف كمان. من هالاسباب هاي، شو هالاسباب هاي؟ كما كتعرفوا مهند كان هنا في الدار كيعاونني تقريبا. انا ملي كنكون نصور لكم شي فيديو ولا شي روتين ولا اي حاجه، كيكون هو اللي شاد لي ذاهب. يعني انا كن لا مونطيت ولا صورت، كتعرفوا مع التصوير كياخذ وقت طويل 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 طويل، يعني ما تقدرش ديري بالك هكا وهكا. المهم هو هاد اليامات ولا كيمشي لابو ظبي ويجي، يعني ولا كيشد الطريق كيمشي حتى لابو ظبي ورجع، رجع يخدم. ماشي رجع يخدم صالون ولا شي حاجه، خدا صالون؟ لا ما خدا لا صالون لا والو، غير الزباين القدام اللي كانوا عنده. يعني بعض الزباين، ماشي الزباين ديالو كاملا. يعني كتعرفوا هنايا ما شاء الله الاماراتيين عندهم فيلل، كيكونوا وسط الفيلل كيكون عندهم حوانت. حوانت قلت لكم؟ لا حوانت صالون داخل البيت. لا غرفه، غرفه كيكونوا دايرينها خاصه في الحلاقه. الحلاقه دايرين فيها مرايه كرسي، دايرين داك الدوزان ديال الحلاقه وكلشي. كيمشي هو كيحسن لهم في ديورهم كما قلت لكم، ولا كيمشي عندهم كيحسن لهم. تقريبا الزباين ديالو راه هو كان كيحسن لهم مده طويله صراحه. يوم جينا هون ابو ظبي في زباين كثير زعلت انه ليش تركتنا وليش ما ادري شو، رجع على ابو ظبي ورجع هي. بس سبحان الله كل واحد عنده ظروف. بس المهم هلا الحمد لله اني انا رجعت عم بشتغل، عم روح لعندهم ابو ظبي تقريبا في الاسبوع تقريبا مرتين او ثلاث مرات، يعني هيك شيء مرتين او ثلاثه، يعني بحلق الزباين وبرجع لهون بنكمل تصوير ومنكمل هالامور هاي. ومثل ما بتعرفوا نواره، مش نواره وانا قبل ما تجي تنورنا ذهب، كنا بتذكر قديش كنا نطلع نصور، ما كان في هيك حدا يكمشنا. هلا لا 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 هو ماشي زعما كان لا ذهب ذهب اثرت. لا دابا اثرت كما قلت لكم، يعني انا كنكون شدها. لا مش ولا نمشي نخرجوا احو الصهد، ما كنبغيش نخرجوها انا الصهد، ما نبغيش نخرجها. هلا هو الصهد اوكي صعب بزاف. بس يوم بيكون شخصين انه كنا نطلع خلاص يلا بس حوايجك يلا اطلع عادي. هلا معك ذهب بدك ترتبي لها امورها، بدك ما بعرف شو حر كذا من هالامور هي، يعني ولكن ان شاء الله ماشي مشكل كذاب. انا هو على حساب التصوير، هو كما كيقول لكم زعما كاين على حساب التصوير، يكون شاده هو يكون شاده انا، يعني واحد فينا يصور. ولكن دابا مني كنصوروا بجوج جالسين، دابا من نوض انا بحال بغيت ندير شي حاجه في الكوزينه ولا نطيب شي حاجه ولا نصور شي حاجه، هو ملي كيبغي يصورني دابا كتبقى تابعه من الله. يا الله جلسي صافي كيشدها وكنقول ليه ياسر شدها وانا غنصور. هو كيصورني زوين، كيصور التصوير ديالو ماشي بحال التصوير ديالي، والمونتاج ديالو ماشي بحال المونتاج ديالي. المهم هو كيبقى الحاجه كيبقى عليها، كيبقى عليها تيتقنها، كيبقى عطي الخاطر لاي حاجه. ما شاء الله ذهب بهالعمر هي، يعني الواحد خاص على طول دائما مراقبها، لانه الحين ما شاء الله صارت تمشي، صارت تقلب بالزيت المزوره من هون من هون، تروح تدخل الحمام تروح، يعني بده واحد على طول يكون مراقبها بهالعمر هذا عبين ما تكبر شوي تفهم شوي. يعني للحين يعني هي بتفهم، صارت تعرف مين انا وبتعرفني لما بروح انا. بتشوفي لك كيف لما بطلع من برا البيت مره ما كتبغيش تجي، كتبغي تخرج برا، كتبغي الوليدات الصغار قاعد عزيزين عليهم برا كيبغيو يخرجوا يلعبوا وداك الشيء. ولات كتشوف مهند غادي كتبعه، هو يقول لي غادي غادي الخدمه غادي صافي كتبقى. هلا شو سوت؟ جابت لي نعلي على السريع، شافتني لابس وهي جابت لي نعلي، يعني بدها تعطيني النعل نلبسه يلا نروح. اجي ماما سلمي، اجي ديري بوسه، اجي ديري بوسه خوالاتي، تعالي تعالي. سلمت عليهم ديري دي واش قلت لها؟ تعالي تعالي ديري بوسه، يلا ديري بوسه، ديري بوسه، ديري بوسه بايدك، ديري يلا ديري بوسه، ديري بايدك شوي خلي يطلعها، يلا ديري بوسه، بوسه يلا ديري بوسه بايدك، بوسه 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 ديريها بوسه. يوم مزاج، يوم قنت مزاج. بوسي بابا 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 بوسي يلا بوسي بابا بس
ما بدي خلص يلا روحي عني روحي سوي لعن يلا يلا طلعي لعن يلا. المهم حبايبي مثل ما قلنا لكم هذا السبب من هالأسباب هذا إني أنا رجعت عم بشتغل الحمد لله. وفي شغلات تانية شغلات حلوة وشغلات مو حلوة صارت معانا. الشغلة الحلوة اللي صارت مثل ما قلت لكم أول شيء إني رجعت أشتغل. الشغلة الثانية إني أنا فتحت قناة جديدة على قناتي خاصة يعني فيني أنا قناة ترفيهية فيها ألعاب فيها تحديات فيها مقاطع مضحكة في أشياء كتير يعني ممكن تشوفوا وأنا راح أحط لكم هون الصورة تشوفوها تاخذوا الاسم اللي حاب يشترك ينورني يا مرحبا فيه راح أحط لكم رابط القناة في صندوق الوصف اللي حاب يشترك شو بدك أنت خلينا نحكي طيب يلا اطلعي خلص أنت أنا يلا خليني أحكي مهم حبايبي راح احط لكم رابط القناه اللي حاب يشترك عندي وينورني يا ميت مرحبا فيه لهيك كمان هذا القناه هي الجديده اللي فتحتها اخذت وقت مني كتير عبين ما صورت كم فيديو تقريبا هي فيها تقريبا شي 5 فيديوهات بس اخذت معي شغلات هيك عبين ما تعلمت شغلات على المونتاج وهالامور هي اخذت معي وقت كتير تقريبا يمكن ضلت شي اسبوع يمكن شي اسبوع انا وشغال عليها ويعني من هالامور هاي. المهم باركوا لي في القناه الجديده طبعا نواره ما حتكون معي في القناه هلا ذهب ممكن مستقبلا تكون قناه خاصه بي يعني قناه خاصه فيني يعني ما غاديش نكون معي انا غنكون معكم في القناه ان شاء الله يعني الرسميه يعني ايوه بس هلا ما يكون عليه اي تاثير يعني لا ما ايوه ما حيكون عليها تاثير يعني لا يروح فكركم بعيد انه انا فتحت قناه وخلص نواره هاي اخذت القناه لحنا حنضل عائلة واحدة أنا ونوارة ودهب نضل نصوركم مع بعض بس هذه قناة خاصة فيني مثل ما قلت لكم حبيت هيك أجرب تجربة وإن شاء الله نتوفق فيها الشغلة الحلوة الشغل ألو طب اسمعني أنو 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 تعالي عندي أنو أنو هذيك تقول أنو هي آلو أنو 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 المهم مثل ما قلت لكم هاي الشغلتين الحلوين اني رجعت اشتغل واني فتحت قناة جديدة لالي. الشغلة الثالثة اللي هي تأخرت فيها كتير هاي الشغلة السيئة بصراحة امتى طلعنا لحنا طلعنا ومثل ما بتعرفوا هون بالامارات بالخليج ما بنطلع في السيارة بدون مكيف طبعا مكيف السيارة خرب خسر لينا المكيف خسر المكيف وما عاد أدران أطلع في السيارة ولا طلعت معي مرة واحدة ماتت دانيا عند اختي كان هو غادي لأبو ظبي بغي يحسن واحد الزبون دابا ما بغانيش نبقى هنايا هو كيقول لي ما تبقايش بوحدك زعما كاين هنايا لا طرات لي شي حاجة ولا شي حاجة وتأخرت وبقيت زعما كيبغينيش نبات بوحدي في الدار قال لي حسن ديك عند اختك اي بلا تروحي تغيري جو عند اختك و داني عند مريم اختي عرفتي انا ما بقيتش قادره نطلع النفس نهبط والله العظيم تخنقت عرفتي الطوموبيل اللي ما كانش فيها المكيف ممنوع تركبي فيها لا انا الدري الصغيره مش ممنوع ما فيك تركبي وما تقدريش يعني ممنوع الواحد يتخنق صافي قالت لي يلا يلا نعيط عرفتي تخنق كنقول لي زرب 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 كيقول لي احنا قربنا نوصل ما عرفت كيدرتي تمشيتي بيا للخدمه المهم مثل ما قلت لكم رحت دورت على مكان هون في الصناعيه وصلحتها وفكوا السياره ضليت يوم كامل انا وعم صلح فيها اشتغلت بعد ما وصلت البيت رجع خرب المكيف عرفتي فكوا لي كامله تتحط لي الصوره ديالها فكوا لي كامله انا قلت ماشي مشكل زعما كاين اللي يفكوها ويقادوها فكوا لي وبقى كيتسنى نص نهار ولا شحال اكثر من نص نهار وانت كتسناها من الساعه 3 تقريبا اكثر من نص نهار يوم كامل للعشرة في الليل راح احط لكم صوره السياره شوفوا كيف لما فكوا السياره انا هون ما استوعبت السياره اصلا كيف صارت هيك ما بعرف المهم تصلحت رجعت على البيت رجع خرب المكيف اللي تكلفت فيها بصراحه وتعبت كثير بصراحه بالسياره رجع لهذاك مولاي الاول المشكله اللي صلح لي هذاك سافر ما عاد فيني ارجع لعنده المهم بعد ما رجعت على البيت مكيف السياره رجع خرب انا هون خلص مخي سكر يعني ما عاد اعرف بدي الاقي الحل لانه هلا المكيف السياره له عده شغلات يعني في اسمه شيء اسمه الثلاجه تبع المكيف في شيء اسمه الماكينه تبع المكيف في اسمه المبرد تبع في شغلات كثير في السياره طبعا يمكن اكثر الحريم ما حيفهموها هالامور هي حتى انا يعني ما بفهم كثير في الميكانيك وهي بس من ورا هالشغله صرت افهم شو هالقطع اللي صاروا يركبوها ويغيروها رجعت نزلت على ابو ظبي نزلت فيها بدون مكيف بدي اخلص شغل وكل شيء وهي قلت خليني اصلحها
طبعا نوار قلت لها اذا بدك تروح الثامي عند اختك لانه بدي اخلص السياره ما عارفين امشي فيها بدون مكيف. رحت كمان ضليت يوم كامل امبارح والله العظيم كمان من الساعه 9 ونص الصبح للعشرة تقريبا 9 في الليل. خلصت وكل شيء اشتغل المكيف قلت الحمد لله راجع هلا على البيت ومريح راسي. انا طالع من الكراج بعد ما خلصت كل شيء سويت حادث في السياره يعني والله العظيم ما شعور يعني ما بعرف شو الشعور اللي فيني صار امبارح. مش مخالفة عاوتاني على رقم ليش مخالفة؟ مش مخالفة هي تقرير الحادث هي تقرير الحادث حاجة ورا يعني مني كتجيك مياك مني كتجيك انت ما انت مشكلة مو همك. انا تعبان من الصبح للمساء وعم بشتغل في السيارة واقف فوق راس المصلح وعم يصلح فيه يوم كامل وبعد ما تصلحت قلت خلاص ريحت راسي ما همك شو بس انت هلا قاعدة هون انا قاعد في الصناعية عم بشتغل بالك معي بس شوفوا انه كيف قمة القهر انه بعد ما خلصت وراجع على البيت ومرتاح وشغلت المكيف سويت حادث. هلا هو منه حادث قوي يعني بس الحمد لله على كل حال انقهرت ما بالكم ما انقهرت والله العظيم. بعد ما خلص اجت الشرطه سووا تقرير الحادث وكل شيء خلصت وكل شيء طلعت في السياره بدي خلص بدي ارجع يعني راجع وصراحه على البيت وانا ماني مبسوط. شغلت السياره شغل المكيف ما عاد يشتغل المكيف رجعت انا والله العظيم يعني كيف بدي لكم صار فيني هيك يعني وقفت خمس دقائق هيك خمس دقائق صمت هيك ما نعرف شو بدي اسوي ما بعرف قلت اني انا شو عامل يعني ما بعرف شو يعني صرت افكر بشغلات انه غريبه انا شو ليش هيك عم يصير معي يعني ما بعرف صراحه ما بعرف يعني شعور لا يوصف. رجعت بعد على المصلح نفس الشيء رجعت نفس اللي فورا رجعت بعد ما سويت الحادث وكل شيء. هلا راح احط لكم صوره السياره بعد ما سويت الحادث فيها رجعت صلحتها كمان وكل شيء وخلصت وجيت فيها بعد السياره مدعومه. رجعت امبارح بالليل رجعت اي ساعه تقريبا شيء 3 في الليل وصلت لهون يعني عم لكم شعور لا يوصف الشيء اللي صار معانا وليش تاخرنا بهالامور هاي بس هالشي هذا اللي حاب احكيه. وعلى كل حال شو من صار معنا شو من اي شيء بيصير نقول الحمد لله على كل حال. شو ما صار معكم شو ما بجوز خيره هالحادث بجوز هالتاخيره خراب هالمكيف خراب السياره بجوز خيره الا ما بنعرف شو الله كاتب لنا. مهم الحمد لله على كل حال مثل ما قلنا لكم هاي سبب الغياب. هم حبايبي ان شاء الله بالفيديوهات الجايه راح نرجع لكم مثل ما تعودتوا علينا بطاقه ايجابيه. الذهب شو بدك ذهب ذهب شو بدك جبتي القلية قالت لي حلي ما بك اعطي القلية ذهب قلت لك حل القلية اعطيتها ياكل لا هذا لا بلا الفوشار اه لا جيب الاخر جيب الاخر لا خلاص يلا روح جيب الثاني الاخر سير ديما كتجيب لي القلية وكتقول لي ها نم. المهم حبايبي مثل ما قلت لكم ان شاء الله بنرجع لكم بفيديوهات جديده بس هلا يعني عم ننظم وقتنا بصراحه بما انه نصور انا ونواره في القناه هاي وبين قناتي كمان عم صور فيها في الليل تقريبا عشان اكون هيك اخذ راحتي تكون ذهب نامت لانه بصراحه ذهب مسويه جو في البيت طوشه مسويه في البيت وبين شغلي كمان اني عم زبط وقتي نظم وقتي عرفتوا بين شغلي وشغل قناتي وشغل قناتنا هاي اللي عم تشوفونا فيها عم تتابعونا فيها. شو بدك ذهب شو بدك تعالي سلمي عليهم يلا نم هاتي هلا طعميكي نم اول شيء يلا زدي لهم بوسه ديريها كبش يحلك يلا ديري بوسه نم ديري ولا في بوسه خير نم خير ديري انا بوسه انا شو بدك تدي بوسه ما انا شايفه لا بوسه يلا بوسه نم مهم حبايب هذا هو مكان نتشيش غايبين وكما قال لكم معناد ان شاء الله نرجعوا ننزلوا لكم تقريبا كيف ما كنا كنا ما كنقطعوش هاد القطعه الطويله يعني كنبقاو دائما هي اول قطعه هيك اول قطعه بنقطع بالعاده يعني ما مستحيل نقطع اسبوعين ما نصور ان شاء الله كما قال لكم مهند رجع لكم الطاقه والحماس والحيويه. وحبايبي ما تنساوش تشاركوا عند مهند في القناه ديالو فرحوا راه باقي عنده مسكين داك الشميت كيقول لي اوي ما كاين حتى تعليق واحد معلوش تعليق يقول لي ما شافو حتى واحد شجعني زعما كاين قال لي لايك يلا كمل سير لا المهم دخلوا ديروا ليه هادو التعاليق ديالكم الزوينه
اللي دائما عودتونا بالكلام طيب ديالكم بالتشجيع والدعم، شكرا لكم بزاف. المهم غنجيو معكم نهايه الفيديو وتسنوا ان شاء الله. بس خلينا نحكي قبل ما تنهي الفيديو. طبعا في ناس يعني مفكرين انه غايبين، انا سمعت كلام بصراحه ضاربين نوار مهند. زعما كي حنا ما كنضاربوش. دابا بغيت توضح الدنيا زعما حنا ما كنضاربوش. كنضاربو لا هلا في شيء ولكن لا بس هلا سبب الغياب مضاربه. لا ماشي المضاربه اللي سبب الغياب، لا حنا كنتناقشوا في فرق بين في فرق بين الضارب والضارب بالبنية باليدين داكشي. لا سوء فهم، نقاش، خلاف، كاين داكشي. الضاربة ما كنضاربش، عمرنا ضربنا باليدين ويلي يا عمرنا شنو ديرنا. الضارب ما كاينش حيت هو دابا هو ماشي عصبي بحالي. انا ملي كنكون عصبية كيبرد هو السوق، كل كان عصبي شي واحد بحالي كرة ويلي ويلي كرة تلاحي لما شرجم هكي يشوفني مع اسمك يبدل صعبة أخرى. المهم حبايبي فيديو مشان ما نطول عليكم، اتمنى لكم الفيديو خفيف وظريف، وهي شفتونا وما شفناكم ما شفناكم بس راح نسمع نشوف تعليقاتكم لنا. وما تنسوا تروحوا على قناتي تشتركوا، راح احط لكم الرابط تحت وراح احط لكم اسم القناة عندي اللي هي اسمها مهند ميكس انا سميتها، بس راح احط لكم صورة القناة والرابط تفوتوا تشتركوا. اللي حاب يشترك، انا ما بدي اجبر حدا انه يشتركوا عندي وكذا، وهي اللي حاب ينورني يا مرحبا فيه. وجينا معكم الحبايب نهاية الفيديو، نتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العادة، وتستنونا في فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة، باي باي.